بسم الله الرحمن الرحيم. حملة مصريون ضد الإرهاب، حملة مصرية وطنية تتكون من مجموعة من المصريين من مختلف الفئات، وأيضا من الرجال والنساء، ولا يجمع بين أفراد الحملة غير الحس الوطني المشترك والواحد. الحملة بدأت في خضم الأحداث التي شهدتها مصر في العامين الأخيرين، وكان هدف الحملة هو بالأساس الدفاع عن مؤسسة الجيش وعن مؤسسات الدولة وعن الشرطة المصرية. ثم وجدت الحملة أن أزرع الإرهاب تشتد ضراوة وبشاعة في مصر، سواء في سيناء أو في داخل الدلتا والوادي، فعاهدت الحملة نفسها على أن تحارب الإرهاب بكل أشكاله، وأن تدفع الاقتصاد المصري والأمن للأمام. وقامت بعدد من الفعاليات، منها تنظيف الشوارع داخل مدن القاهرة، ومنها أيضا فعالية تشجيع السياحة في الهرم. وبدأنا نخاطب بعض الاتحادات الدولية وأيضا أفراد المجتمع المدني من أجل توصيل صوت الحملة كصوت معبر عن إرادة الشعب المصري، وفضح التنظيم الإخواني الإرهابي وتنظيمات الأخرى التي تمارس كل أشكال البشاعة الإرهابية داخل مصر. الحقيقة حملة مصريون ضد الإرهاب يعني وضعت لنفسها عدة أهداف سألقيها على حضراتكم في عجالة. رقم واحد، دعم الدولة والجيش والشرطة في محاربة الإرهاب والتطرف. 2، إبراز دور الدولة وجهودها في التصدي للأفكار المتطرفة الهدامة. 3، تقديم الدعم المعنوي للمتضررين سلبيا من العمليات الإرهابية والإجرامية. توصيل رسالة الإسلام والسلام إلى كل شعوب العالم عبر المؤتمرات والندوات التي تنظمها الحملة. التنسيق بين أعضاء الحملة من أجل توحيد الجهود الفردية وتقديمها في صورة تضامنية بما يخدم أهداف الحملة. فضح أساليب وأهداف الإجرامية للتنظيمات الإرهابية والتي يعتمد عليها الإرهابيون في معركتهم أمام العالم أجمع بكل الوسائل المتاحة، خصوصا الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا. إلقاء الضوء على أبرز ما يمكن الاعتماد عليه أو التمسك به اجتماعيا وإعلاميا في معركتنا ضد الإرهاب. اعتماد سياسة الدولة والقيادة السياسية وسيادة القانون كخارطة طريق تسير عليها الحملة في معركتها ضد الإرهاب. وأخيرا، إعداد الخطط الفكرية والثقافية في عمل الحملة، باعتبار أن المعركة في الأساس مع الإرهاب معركة فكرية وثقافية. مبادئ عامة تعتمد عليها الحملة في مسيرتها وفي شغلها: المصريون كلهم سواء أمام القانون والدستور، الدولة المصرية للجميع وفوق الجميع. الأعمال التي تقوم بها الحملة هي أعمال تطوعية غير ممولة من أي جهة وبجهود ذاتية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح أو إلى المكاسب السياسية أو الشخصية. لا علاقة للحملة بأي وجهات نظر سياسية أو حزبية أو شخصية تصدر عن أعضائها. النقطة دي مهمة جدا. القرارات الصادرة عن الحملة هي قرارات معبرة عن وجهة نظر الحملة الاعتبارية. سلامة الدولة والمجتمع وتفعيل سيادة القانون والدستور هو هدف لا ولن نحيد عنه، بما يحقق الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي. وأخيرا، التواصل مع كل شعوب العالم المحبة للسلام بما يحقق السلام العالمي. الحقيقة احنا خلال الأيام الماضية اتصلنا بعدد من المصريين الذين يعيشون ويمثلون أيضا الجاليات المصرية بالخارج، ووجدنا استجابة رائعة كالعادة من المصريين خارج مصر. وإحنا النهاردة هنعلن عن خطتنا لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي عالميا، وهتبقى دي أول مبادرة من حملة مصرية بتشتغل بره حدود مصر. إحنا تواصلنا مع الجالية المصرية في فرنسا، والحقيقة واتفقنا أن إحنا هنعمل مؤتمر كبير إن شاء الله في باريس، وهنتكلم عن تفاصيله إن شاء الله. وأيضا تواصلنا مع مصريين أيضا أصدقاء ووطنيين في عدد من عواصم العالم وفي واشنطن، وإن شاء الله هنقول لكم بالتفصيل إحنا هنعمل إيه خلال الفترة القادمة. الحقيقة إحنا في توقيت خطر جدا وفي توقيت صعب، خصوصا وإنه يعني مبارح مثلا في الدنمارك مؤتمر ندوة عادية زي دي
موجود فيها السفير الفرنسي في الدنمارك، وموجود فيها مجموعة من دعاة حرية التعبير في العالم، وقاعدين يتكلموا عن حرية التعبير. دخل واحد ملسم ضرب رصاص على القاعة كلها وهرب، ما عرفوش يجيبوه، جابوا العربية بس اللي كان فيها. واحد منهم قتل والباقي مصابين، وطبعا داعش أعلنت بيان إنها مسؤولة عن هذا الحادث. الأيام الماضية أيضا رأينا حرق الكساسبة الطيار الأردني، ورأينا داعش تبرر هذا من الإسلام وتقول لك أبو بكر الصديق عمل كده مع الفجاءة السلمي في حروب الردة وجابوا حي وحرقوا، وآخرين يقول لك وبنفس الحكاية عملها خالد بن الوليد لما جاب خالد بن نويرة وبرضو قطع راسه وحرقها وغلاها وخطف مراته واغتصبها، وبرضو طلع قال لك علي بن أبي طالب عمل كده مع أحد الخوارج. للأمانة أنا طبعا يعني منش أزهري علشان، لكن أنا متابع يعني عشان أرد على هذا الكلام، لكن اللي أنا ملاحظه إنه داعش بتسوق لنا إسلام مش إسلامنا، وبتسوق لنا تاريخ إحنا مش عايزين نرجع له. وإذا كانت هي دي الخلافة طز في الخلافة، مش عايزين الخلافة، لأنه الخلافة قائمة على الدم وليست من الإسلام ولا من القرآن ولا من السنة. لكن الفكرة إنه أنا بأفاجأ بكتابات بلغات مختلفة، وربما تكون دي أهداف برضو أو جزء من أهداف حملتنا لتشويه الإسلام والمسلم اللي إسلامه صحيح واللي بيدور عن السلام والمحبة والتسامح اللي هي جوهر الدين الإسلامي. فإحنا عايزين نفضح هذه الأساليب وهذه الخطابات وهذه يعني أسميها التوجهات الإرهابية اللي بتستقطع من الإسلام ومن القرآن ما يروج للإرهاب ويلصقه بالإسلام. فده جزء برضو مهم جدا أعتقد أنه هيبقى علينا أن احنا نشتغل عليه في الفترة الجاية. حقيقة طيب لي أن أقدم مؤسس هذه الحملة صديق العزيز واللي أنا بلاقيه دايما في كل المواقف سباق، وهو المبادر الحقيقة، هو الدينامو لهذه الحملة، ويمكن لولاه الواحد مش هيتحرك بصراحة ومش هنشتغل، صديق العزيز ورجل الأعمال